صباح الخير، يعطيكم العافية. اليوم درجة الحرارة 33 أو 32 تحت الصفر. في ناس كتير حكولي لا مش برد في كندا وهذه مش مشكلة. طبعا اليوم الحكومة الكندية حذرت الجميع انهم ممنوع يطلعوا برا اكثر من 5 دقائق عشان ما يصير عندهم الفروست بايت او قضمة البرد اللي بتتجمد العروق وبصير عندك مشاكل في الاطراف. هورجيكم شغلة اليوم، مش هقعد اكثر من 5 دقائق في هذا الفيديو، فتأكدوا لانه بدي اسمع كلام. شوفوا شو بصير في المية لما ازدها بالهواء. كيف تجمدت؟ حورجيكم اياها على البطن. مزنيه يا دار، حتى جارتي بتقول لي طلع. كيف كلها بتتجمد عند المي؟ هاي كمان اخر واحدة. تنزل زي اكنها تلج، المية ما بتلحق. يا سيدي الله يعطيكم العافية وسلام للجميع. بردت.